اعطيني باكيت حمراء قصيره. ما عندي. لا عندك، هيك اللي شايفها بعينك. عندي وبدي بيعها. لا يا سيدي باك تبيعني شو على كيفها؟ شوف لك خلك بدي مشاكل بهالدكان. ها ما قلت لك اعطيني باكيت حمراء قصيره. وانا ما خلك ما عندي. طيب شو خير؟ قد بيك. وانت شو لك علاقه؟ خليكي بشغلك. خليني بشغلي. يا عيب الشوم. يا عيب الشوم علي ولا عليك؟ وعابنك اللي بيضحك على بنات الضيعة الصغار وبياخذن على الشام. ولك استحي على حالك. وحدة مثلك بتستحي على حالها، فهمتي؟ وخلص عيب علي. وين شو دخلك؟ خليك بشغلك عسلك. ها الله اللي استحوا ماتوا. وحدة مثلك بتستحي، روحي انضمي بيتك. ولك عيب عليك. ولك عيب عليك يا خليني الحياة. ولك عيب علي. ولك عيب عليك يا خليني الحياة. خليني ايدك على الصبح خليني بحكولك. ها يا عمي يا خليني. ولك ايه ولك عادي؟ اضربوا شي كفين لهالدكان جنشي. ولد بلا ترباي. فعلا ولد بلا ترباي، العمى في عيونه العمى، ما كان فينا تهر له سنينه. خيي اتصلي بعامي. طولي بالك معامي. اتصلي في فورا. لك يا امي شو عملت؟ شو عملت؟ ناقصني مصايب انا. خليني تربوا. لك يا امي نحن ما صدقنا تهدي الجو بينه وبين الجماعه. امي ما تحكي وكأنه نحن العيلين، نسياني انه بيي بالحبس بسببين؟ ولك بيك بالحبس لانه نحن ما عرفنا نربيه. ابنا لعب بعقله لهالفداني واخدع الشام، بده ياكل نصيبه. يا امي الله يخليك، ابقى بدنا مصايب. مصايب؟ اسا المصايب ما بلشت، بحظي بدينه، بس يرجع عامر الكلب على هالضيعه لامسح فيه الارض. والله ان كنه سويته. تغضب عليك دنيا واخره. امي هذيك المره شفته ومسكت اعصابي، بس هالمره بده ياكله يعني بده ياكله. مفكر لي حاله اذا حط نجمي على كتفه بيخوفني. لك يا امي يا امي انا مره كبيره، ابقى فيني اتحمل قتيل مع حدا؟ والله ان كان وجع تتعلق الدنيا ببعضها. ولك يا امي هذا واحد جبان حقه فرنجين بالغلا. هذا حقه فرنجين بالغلا مثل ما بيمثل لك. خليه يجي ويحكي حرف واحد تعلمه كيف يصير ضابط. يا ربي ساعدني. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. شوفي ولد، شوفي شوفي يا عمي. كيفك يا عادل؟ ما تضرب امي يا كلب. ما تضرب امي. هلا بدي اطلع كل فرق السنوات الماضيه. وطارق خطوا على الساحه وبعد نص ساعه بدي كل هالضيعه يكونوا بساحه هونيكي. يلا تشو بسرعه. لك عيب علي. لك عيب عليك يا امي. انا محترمك لاني قد امي، بس اضطلتي مره تانية رح ازعجك. تزعجني فوق بتتخيلي. وين حطوا العادي؟ ما قلك وين خدته؟ فيك تروحي تتفرجي. لك احكي لي وين خدته يا عمي؟ ما تقول بدي تطير طاير فوت لعندي. حاضر سيدي. الحمد لله على السلامة. كيفك امي؟ اهلين يا حبيبي.
كيفك سلمى؟ لك يا عمي، يا عمك الباري النبي شو في يا عمي؟ شو بدك تسوي له؟ بوس جرياتك يا عمي، شو بدك تسوي فيه؟ رح سوي الشيء اللي ما عرفوا اهله يسووه، بدي ربيه. من يوم ورايح كل اللي ازوكن وازوني بدي افعصن بهالصر ماي. الله يوفقك يا خيي، ابدنا مشاكل. خليني افوت، خليني يا عمر، عم بصير هيك يا نحن اولاد ضيعه وحدي. انا كان بدي اياك تجوز كفوف بس مو هيك يا بالليل وتجيب له الشرطه. امي هنا الشرطه وهو اهله تعدوا علينا وصار لازم يتادبوا ويتربوا. يا معامي الله يخلي لك ابنك، بس زياتك بس زياتك. فهمونه فهمونه، شوفي شوفي نص الليل وما تقوس كمان يا قرد. هذا القرد يمسع رقبتك. وطارق بتسد بوزك وقت تحكي ولا كلمه احسن ما احطك محله وكسر لك الاستيريو، فهمه؟ الحيوان ابن الحيوان بيو قتل بيي، ها؟ ما حكيت ولا كلمة. وقت خرجت شافني وقال لي هند جبان. ما قلت لي هند جبان. وكمان ما حكيت ولا كلمة. مثل ما بيقولوا العفو عند المقدرة. مبارحة بقى. توقح وضرب أمي. ضرب أم عامي. وبعد كنت ما حد فيكم حيلومني على الشيء اللي بدي سويه لاني سامحت كثير فوق بتتخيلوا. والعالم فهمت سماحي ضعف بس هلق وهو بصي يا عمي، بصي
بخير. اهلا اهلا خيي. صبحك بالخير يا معامير. صباح الخير يا معامير. نحن جايين نحل هالقصة وهيدا يا سيدي بصادقين، فالله يوفقك بدك تساعدينا، وهي معادي جاية تستسمحك وتبوس راسك. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. تفضلي تفضلي يا معادي. والله يا ام عامي يلي عملوا ابني كمبيري ابي يسوى، معقول يفيقني من نص الليل من عز نومتي؟ هلا قاعد اللي زيادك بالموضوع. الواحد ابي صدق على الله اي متى ينام بيقوم بيجي هالفهيم يفيقني بنص الليل، معقول هالحكي؟ معقول بده يقيموا فلا يقيموا بنهار ضروري بالليل. ولك حاجه بقى ولا حاجه؟ عيننا سكوتك بقى. عينك سكوتي؟ لكن ليش جايبني؟ مو على اساس وجهها؟ وجهها مو على علاك. هلا انا علاك يا بياع البقلي. صباح الخير يا سياده الملازم. صباح النور. اسفين ازعجناك بصوتنا. الصوت لا يهمك، انا فايق. كنت مفكر قيم فلق لبعض العالم بالنهار لانه الليل ما يزعج بعض الوجهات. يا الله امبارح شو انبسطت بالفيقان. بالله يا عامر لو ما فيقتني كنت بدي اجي لعندك بنص الليل اشرب متي. نمت من ضجري. اقسم بالله العامر افي منه قيمه وترباي ومركز واخلاق. بشرفك يا ابو خليل. بتتذكر كيف كنت قل لك عنه؟ قل لك هالعامر مثل السبع، بتتذكر؟ اي اكيد. عمي احنا جايين نترجاك تنحل هالقصه، وانا خدامك مستعد امسح الارض بشيدك. لا يا عمي انت بتأمر، وشعراتك الشايبين هودي هنا بكبر فيه. انت يا ما حملتني انا وصغير، وبي الله يرحمه كان يحبك ويقدرك. الله يرحمه. شوفي يا معادل كربال عمي ابو خليل، هالمره رح انهي القصه. ربي ابنك. شو سمعتي؟ ربي ابنك، لانه اذا غلط مره تانية عزمتي وديني رح يكون حسابي قاسي كتير. كتر خيرك. بالله بالله بدها زلغوطه. بس الزلغوطه وقت منقيم فلق لبعض العالم بالنهار ما احسن؟ والله يلا بخاطرك يا جماعه. يعطيك العافيه. بخاطرك إيه؟ بخاطرك. والله معك. يلا مجهزي حالك، عنا مشوار. اسمع ولك، هالمرة تدخلت الأوادم ومشي الحال، بس تاني مرة إذا بترفع راسك قدام حدا من عيلة سيادة الملازم أو أهله بيكون حسابك عسير. تعالوا فكوا. فهمت ولا لا؟ يلا انقل على بيتكم بسرعة. كرمك كرمك ضيع النهود والريح مجروحة، يمكن عصوت العود ترندح جروحة، يمكن تجي الوعود عالدرب. الله